وعن أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا. عودة مرة أخرى إلى ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا لكم، ونتابع الآن آخر أحوال طقس الغد. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة والعظمى فيها 26، الصغرى 17، الإسكندرية 24-15، مطروح 21-16، بورسعيد 24-15، الإسماعيلية 27-18. ننتقل للسويس، العظمى فيها 25، الصغرى 16، العريش 23-13، طابة 22-18، شرم الشيخ 28-19، الغردقة 29-18. أما الأقصر العظمى فيها 31، الصغرى 18، أسوان 32-19، الوادي الجديد 30-16، شلاتين 29-21، وأخيرا حلايب العظمى 28 والصغرى 20. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالم.